فاضل اجهزه تكييف وحاسب الي من محلات الهدى ب 50,000 ريال. خلصنا يا جماعه العمليه دي خلاص، وشفنا انه في النهايه برضو الميزانيه متوازنه 700,000. تعالوا بقى نشوف الميزانيه شكلها ايه بعد العمليه السابقه. تظهر الميزانيه كالشكل او في الصوره التاليه قدام حضراتكم اهو. الاصول زاد عليها ايه؟ ان 50,000 الات ومعدات. والجانب الاخر مصادر الاموال 200,000 كارد البنك، 500,000 راس المال، والمجموع ما زال 700,000. والميزانيه طبعا تبقى في حاله توازن. العمليه الخامسه، سحبت منشاه فاضل مبلغ 100,000 ريال من حساب المنشاه بالبنك واودعته صندوق المنشاه لمواجهه احتياجات المنشاه من النقديه. الحقيقه بعض المنشات عندها بعض المصروفات البسيطه العاديه، فمش كل حاجه بقى هيطلع شيك، ومش كل حاجه يسحب من البنك. فهو هنا سحب 100,000 من البنك، حطهم فين؟ في صندوق المنشاه اللي هي بنسميها الخزينه، نقديه بالصندوق، الخزينه، كله بنفس المعنى. فخزنه المنشاه دخل فيها ايه؟ 100,000 عشان اي مصروفات بقى، عايز يدفع مثلا اجور، يدفع مصاريف نقل، يشتري اي لوازم، اي عمولات، اي شيء يبقى عنده سيوله في ايده كده يصرف منها. طب هنا ايه اللي حصل؟ عايزين نتخيل كده قبل ما نشوف كده قدامنا اثر هذه العمليه على معادله الميزانيه. ايه اللي حصل؟ هو سحب 100,000 من حساب المنشاه في البنك، يبقى البنك ناقص 100,000، صح؟ وايه تاني؟ في نفس المكان بالظبط، البنك ناقص 100,000 والصندوق او الخزينه تزيد ب 100,000. طب هل جانب مصادر الاموال تاثر؟ اعتقد انه لم يتاثر. تعالوا نشوف اثر العمليه على المعادله. تخفيض رصيد حساب المنشاه في البنك بكام؟ ب 100,000. هيظهر بند جديد لاستخدامات الاموال وهو النقديه بالصندوق بكام؟ ب 100,000. وطبعا ما زلنا عدم تاثر جانب مصادر الاموال. عظيم. طيب معادله الميزانيه حفظناه، الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. قدام حضراتكم اهو، البنك كان 400 اصبح 300، في 100,000 دخلت جديده اهي في الصندوق، 250,000 المبنى، 50,000 الات ومعدات، هتساوي الناحيه الثانيه ايه؟ 200,000 قرض البنك زائد 500,000 راس المال. يا ترى يا ترى الميزانيه بقى شكلها ايه؟ تعالوا نشوف. بعد هذه العمليه هتظهر ميزانيه منشاه فاضل التجاريه كما يلي. ادي قدام حضراتكم اهو، ادي الاصول، صندوق، بنك، الات ومعدات، مبنى، والمجموع 700. واضح ان الجانب الشمال ده، الجانب الايسر ده، ما اتغيرش معانا خالص. هيتغير ان شاء الله قريب، هيتغير. قرض البنك ب 200، حقوق الملكيه وراس المال ب 500، ما زال المجموع كام يا جماعه؟ 700,000. طب بتلاحظوا، قد ملاحظه كده على الماشي كده، هنا الاصول كل شويه نعيد ترتيب ايه؟ البنود فيها. هو مقصود ولا كده ده موضوع عفوي؟ لا الحقيقه مقصود، لانه عاده، وطبعا قدام شويه كده بس لما نتقدم شويه، نفس الاصول دي هنصنفها. واحنا حتى واحنا بنجاوب اسئله الفصل الاول قلنا في اصول ثابته واصول متداوله، مش كده؟ اه هنصنفها. لكن هتلاحظوا ترتيب البنود دي مقصود. يعني ايه؟ بنرتب البنود بتاعه الاصول طبقا لمبدا اسمه السيوله. يعني ايه؟ يعني تبعا لسهوله تحويلها الى نقديه. تاني، بنرتب بنود الاصول تبعا لسهوله تحويلها الى نقديه. يعني ايه؟ يعني الصندوق ده اسهل حاجه بتعبر عن السيوله، ده هو السيوله ذاتها، السيوله فلوس في ايدي. طب بعديها البنك، لان لازم اروح اسحب من حسابي او اطلع الشيك لواحد يروح. طب بعد كده يا ترى لو انا عايز اتصرف في حاجه عندي وابيعها مثلا عشان اجيب فلوس، ايه الاسهل؟ الات والمعدات ولا المبنى؟ طبعا الات والمعدات، فتيجي في الاول، بعديها يجي ايه؟ المبنى، وهكذا. فدايما هنرتب حسب سهوله تحويل البنود الى ايه؟ نقديه. وهناك مبدا اخر لكنه غير مفضل كثيرا،
ان احنا نرتب البنود حسب مبدأ الثبات، اي صعوبة تحويلها الى نقدية. فنلاقي بقى ايه، يبدأ الوصول بالاراضي، اصعب حاجة تتحول الى نقدية، يمكن مش هنحولها نقدية الا بقى هنصفي المنشأة خالص ونبيع الارض، بعديها المباني، بعديها الالات والمعدات، ثم السيارات، وهكذا. يعني الاصعب فالاقل صعوبة وهكذا. طيب تعالوا نشوف العملية رقم 6. العملية السادسة، قامت منشأة فاضل بشراء أثاث وتجهيزات للمنشأة من شركة الأمل بمبلغ 70,000 ريال، دفعت منها مبلغ 40,000 ريال نقدا والباقي على الحساب، أي بالأجل. كم يعني نشتري على الحساب؟ معناها بالظبط نشتري إيه؟ بالأجل، يعني ندفع خلال فترة إيه قادمة، غالبا بتكون مثلا 3 شهور، ممكن شهر، شهرين، 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، بس غالبا بتكون خلال فترة ايه؟ سنة على الأكثر، طالما اشترينا على الحساب. طيب عملية زي دي يا ترى تأثيرها ايه على معادلة الميزانية؟ هيظهر عندي بند جديد في جانب الاستخدامات وهو الأثاث والتجهيزات بكام؟ ب70,000. هتقول لي الله، بس ده هم دفعوا 40 بس والباقي على الحساب. لا، احنا المهم اقتنينا أثاث بكام؟ بغض النظر عن واقعة السداد، يعني دفع ممكن ما ندفعش ثمنه كله. هل معنى كده ما يبقاش عندي أثاث وتجهيزات؟ لا، أنا اشتريته بكام؟ ب70,000، دفعت جزء وعليا جزء، أو ما دفعتش خالص لكن اقتنيت أثاث بكام؟ ب70,000، يتسجل ب70,000. وبرضه إحنا مرت علينا حاجة زي كده وإحنا بنراجع أسئلة الفصل الأول. طيب ظهر أثاث في جانب الاستخدامات ب70,000. لازم ال70,000 دي برضه تأثر على الجانب ايه؟ الآخر. هتأثر بطريقتين، هتخفض جانب الاستخدامات ب40، لأن في جزء دفعته كاش 40,000 ريال ايه؟ نقدًا. والباقي على الحساب، يبقى لما أدفع 40,000 كاش معناها إنه رصيد النقدية هيقل بكام؟ ب40,000، مظبوط. تخفيض رصيد النقدية في جانب الاستخدامات ب40,000 ريال. طيب وال30 الباقية؟ هنا بقى هيتأثر معانا جانب مصادر الأموال، إنه هينشأ عليا التزام في جانب مبلغ كام؟ 30,000 ريال، لصالح مين؟ شركة الأمل. اشتريت منهم ولم أسدد لهم، ما دفعت لهمش، فهنسميهم إيه؟ مصطلح عادي خالص، هو مصطلح محاسبي لكن أقرب إلى اللغة العادية بتاعتنا. لما أشتري من واحد حاجة وما أديليش الفلوس، أصبح بالنسبة لي اسمه إيه؟ تمام، اسمه دائن. يبقى شركة الأمل دي بنسميها إيه؟ الدائنون. وطبعا معادلة الميزانية كما هي، الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. طيب مش هنكتب بقى الأرقام بقى عشان المساحة اللي عندنا، لكن تعالوا نشوف إيه الميزانية. بعد العملية اللي فاتت دي هنلاقي ميزانية المنشأة بتظهر كما يلي. عندي في جانب الأصول البنك والصندوق والأثاث والتجهيزات والآلات والمعدات والمباني. الصندوق تفتكروا كان فيه 100,000، كان لسه سحبين. طبعا تقدر بقى ترجع وتقارن الميزانية دي مع الميزانية اللي فاتت. كان الصندوق فيه 100,000، سحبنا منه كام؟ 40,000 الكاش، اتبقى فيه كام؟ 60، مظبوط. طيب وظهر بند جديد عندي اللي هو الأثاث والتجهيزات بكام؟ ب70، تمام. ايه الجديد بقى عندنا في جانب مصادر الاموال؟ في الخصوم اهو، بند جديد اسمه ايه؟ دائنون، اللي هم شركة الامل، بكام يا جماعة؟ ب30,000. ولو جمعنا الميزانية لازم تتوازن، ها؟ ك 730,000 تبقى موزونة معانا باستمرار. دي العملية السادسة. تعالوا نشوف العملية رقم 7. شكلكم كده بتسألوا هم كام عملية؟ لسه كتير؟ يعني ده احنا ايه؟ بنستمتع مع بعض. أرجو أن يكون يعني إيه فعلا بتستمتعوا بهذه المحاضرة. الحقيقة كل ما ناخد بس عمليات أكتر في البداية كده بتمرنا على بعض الأفكار. قامت منشأة فاضل بشراء بضاعة من شركة الهلال بمبلغ 200,000 ريال وسددت قيمتها بشيك. أنا حاسس إن أنا لو في محاضرة بقول مين اللي هيجاوب كلكم هترفعوا إيديكم، وأنتوا دلوقتي أكيد عارفين الإجابة. اشتروا إيه؟ بضاعة، بقت حاجة ملكنا، هتبقى أصل ضمن الاستخدامات، مش كده ولا ايه؟ تمام. ودفعوا المبلغ ايه؟ بشيك، يعني حسابنا في البنك نقص، بقت سهله بقى خلاص.
يعني برضو عدم تأثر جانب مصادر ايه الاموال. نشوف كده مع بعض. فعلا هيظهر بند جديد ضمن الاستخدامات وهو البضاعة بمبلغ كام؟ 200,000 ريال، ونفس المبلغ ده هيتخصم او ننقص بيه رصيد ايه البنك في جانب الاستخدامات بمبلغ 200,000 ريال، وعدم تأثر جانب مصادر ايه الاموال. نفكر نفسنا تاني بمعادلة الميزانية، ده احنا حفظناها اكيد، الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. تعالوا نشوف الميزانية بعد العملية السابقة. كل اللي هيحصل ان البنك نقص من 300 لـ100، كان في 300,000 اصبح كام؟ 100,000، وظهر بند جديد وهو كايه؟ وهو ايه؟ البضاعة برضو دخلت في الترتيب بتاعها، عشان نبقى بنحافظ على حكاية حسب سهولة تحويل البنود الى نقدية. دخل عندي البضاعة بكام يا جماعة؟ بـ200,000، والجانب الاخر كما هو، ويظل المجموع الميزانية 730,000 مثل الميزانية السابقة. تعالوا نشوف العملية الثامنة. باعت منشأة فاضل بضاعة بمبلغ 70,000 ريال نقدا، علما بأن تكلفة هذه البضاعة 50,000 ريال. عايزين نفكر شوية بقى، عايزين نفكر شوية. باعت بضاعة بكام؟ 70,000 نقدا. يعني ناخدها كده حتة حتة، جزء جزء. بعنا بضاعة نقدا بـ70,000 نقدا، يعني ايه؟ يعني حصلنا كاش، الصندوق هيزيد بـ70,000، كويس، علما بان تكلفة البضاعة دي 50,000، يعني عند البضاعة هتنقص بـ50,000. طب فاضل 20 نعمل فيهم ايه؟ عايز افكر عشان برضه تفضل الميزانية موزونة معايا. بعنا بضاعة بـ70,000 كاش، هزود الصندوق بـ70، كويس. تكلفة البضاعة واقف عليها بـ50,000، هنقص البضاعة بـ50. طب وال 20؟ مش أنا بعت بـ70 ومكلفاني 50، يبقى ال 20 دي اسمها إيه؟ أرباح، والأرباح بتزود حقوق إيه؟ الملكية، مش كده ولا إيه؟ أهو أثر العملية على معادلة الميزانية، نشوفها مع بعض. زيادة رصيد النقدية بالصندوق في جانب الاستخدام بكام؟ بـ70,000، عشان إحنا بعنا كاش، عظيم. وهنا نقص رصيد البضاعة في جانب الاستخدامات بكام؟ بـ50,000، زي ما اتفقنا هنطرح من قيمة البضاعة 50,000، كويس. هنا بقى الفرق بين ثمن بيع البضاعة وتكلفتها اللي هو 70 ناقص 50,000 يساوي كام؟ 20,000 ريال. ده يمثل أرباح، وإحنا قلنا إن الأرباح بتؤدي إلى زيادة حقوق الملكية، أما الخسائر فتؤدي إلى تخفيض حقوق الملكية. فهنا الأرباح دي هنزودها على حقوق الملكية. ويبقى معادلة الميزانية برضو الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق إيه؟ الملكية. وهنا بقى لأول مرة هنقول بقى حقوق الملكية عبارة عن إيه؟ طول عمرها معانا من الأول عملية رأس المال، لا هنزود عليها إيه؟ الأرباح، صح يا جماعة؟ يبقى رأس المال زائد إيه؟ الأرباح. طب ممكن نزود حاجة كمان؟ إن الأصول اللي هي بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، حقوق الملكية دي طالما قلت راس المال زائد ارباح، يعني راس المال زائد الايرادات ناقص ايه؟ المصروفات. ما الايرادات ناقص المصروفات هي نفسها ايه؟ الارباح. اذا نقدر بقى نكتب معادله الميزانيه لاول مره في الصوره دي. وبرده عايزين نبقى حافظين الصوره الاخيره دي بشكل كويس جدا. دلوقتي المعادله قدامي ايه؟ الاصول بتساوي الخصوم زائد راس المال زائد الايرادات ناقص المصروفات. يعني بدل حقوق الملكيه دي اقول ايه؟ راس المال وايرادات ناقص المصروفات. طب ما ناقص المصروفات دي بالسالب، ممكن اجيبها في الطرف الايمن تبقى بالموجب، تبقى المعادله في الاخر عباره عن ايه؟ الاصول، الاصول دي زائد المصروفات اللي هي جت في الطرف اليمين، كويس، بتساوي ايه؟ بتساوي الخصوم دي اهي، الخصوم زائد راس المال زائد الايرادات بدل حقوق ايه؟ الملكيه. يبقى المعادله في صورتها الاخيره نحفظها بقى كده، الاصول زائد المصروفات بتساوي الخصوم زائد راس المال زائد الإيرادات. طب كيف يكون شكل الميزانية بعد هذه العملية؟ تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي حصل. آدي البضاعة كانت بـ200,000، نقصت بقت بكام؟ بقت بـ50,000. والصندوق إحنا بعنا بضاعة بـ70 كاش، فاكرين؟ كان في 60، بقت كام؟ بـ50.
بقت 130، وال 20,000 الارباح زودناها على حقوق الملكيه لانها من حق المالك. الله اجمع مظبوطه 100 100، المجموع كام؟ 750,000. 750,000 يبقى انا شغلي مظبوط. والحقيقه في المحاسبه عندنا ميزه انه كتير قوي باستمرار واحنا بنشتغل بنبقى عارفين احنا ماشيين صح ولا غلط بسبب فكره التوازن الجميله دي. لسه في عمليات لسه تزهقت ولا ايه؟ العمليه اللي بعد كده العمليه التاسعه. مش هقول لكم هم كام، خلوها مفاجاه كده عشان تعرفوا ان المحاضره خلصت. العمليه التاسعه باعت منشاه فاضل بضاعه لشركه النصر بمبلغ 40,000 ريال على الحساب، علما بان تكلفه هذه البضاعه تبلغ ايه؟ 50,000 ريال. واحد بيقول دي عكس اللي فاتت، صح عكس اللي فاتت. بعنا بضاعه بكام؟ ب 40,000 على الحساب، ما حصلناش بقى حاجه. طيب على الحساب يعني ايه بقى لما ابيع على الحساب؟ وانا لما اشتريت على الحساب اشتريت من واحد بضاعه وما اديتلوش فلوس سميته دائن. طيب لما ابيع له بضاعه، ابيعها اي طرف ابيع له بضاعه وما حصلش منه فلوس هسميه ايه؟ عكس الدائن ايه؟ مظبوط، مدين، لغه عربيه عاديه. لما ابيع له بضاعه وما اخدش منه فلوس بسميه مدين، ده لفظ محاسبه، مدينون. بعته على الحساب او بالاجل. طب البضاعة اللي انا بعتها ب 40 دي مكلفاني بكام؟ مكلفاني 50,000 ريال، يبقى طبعا في خسارة كام يا جماعة؟ صح 10,000 ريال. نشوف تأثير العملية على معادلة الميزانية. هيظهر بند جديد اسمه مدينين بكام؟ ب 40,000، مظبوط، بقيمة البضاعة المباعة على الحساب أي بالأجل. طيب البضاعة تنقص بكام؟ ب 50، صح مظبوط، تكلفتها عندي كده. اشيلها من الدفاتر بكام؟ لازم ب 50. الفرق بقى بين الاثنين، الفرق بين ثمن بيع البضاعه وتكلفتها اللي هو 40 ناقص 50 هيطلع 10,000. وانا حاطط الرقم بين قوسين لان قلت 40 ناقص 50، ممكن اقول ناقص 10,000، ممكن اقول ايه 10,000 بين قوسين، واحنا في الامور الماليه يا جماعه الرقم بين قوسين معناه انه بالسلب. تقرا اي ميزانيه في الجرايد اي حاجه تلاقي رقم بين قوسين كده معناه ان ايه؟ الرقم بالسلب. ال 10,000 ريال دي عباره عن ايه؟ ها دي خسائر تؤدي الى تخفيض حقوق الملكيه في جانب مصادر الاموال. والميزانيه بتاعتنا او معادله الميزانيه بتاعتنا الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. حقوق الملكيه في الصوره اللي قدامنا هتبقى راس المال زائد الارباح زائد ناقص ايه؟ الخسائر. تعالوا نشوف الميزانيه بعد العمليه السابقه. ادي جانب الاصول، البضاعه نقصد ب 50,000 بقت ايه؟ ب 100,000، وظهر بند جديد اللي هو مدينون 40,000 اللي هو شركه ايه؟ شركه النصر. وما انساش اطرح ال 10,000 الخسائر. طبعا ممكن اعمل مقصه هعملها في العمليه الجايه. يبقى هنا عندي بس انا عشان تعرف تقارن بين الميزانيه دي والميزانيه اللي فاتت، ده الجديد ان احنا طرحنا ايه؟ 10,000 خسائر. هتجمع تطمن انك شغلك صح، هنا 740,000 وهنا 740,000. تاني عندنا بضاعة نقصد ب 50,000، ظهر بند جديد للمدينين ب 40,000، الخسائر ظهرت ضمن حقوق الملكية بكام؟ ب 10,000، يبقى المجموع يطلع معانا 740,000. نشوف العملية رقم 10. العملية العاشرة، سددت منشأة فاضل مبلغ 100,000 ريال من المبلغ المستحق عليها لشركة الأمل بشيك مسحوب على بنك الرياض. طب نعمل ايه بقى؟ مبلغ 10,000 ريال هنا، سددوا مبلغ 10,000 ريال. هي كان مستحق عليها للدائنين مبلغ 30,000. دفعت منه كام؟ 10,000. يبقى الدائنين هينقصوا بكام؟ مظبوط ب 10,000. طب ال 10,000 دي دفعتها ازاي؟ نقدا او بشيك؟ ما هتسدد ازاي؟ يا نقدا يا بشيك. قال لي بشيك، يبقى البنك هينقص بكام؟ مظبوط ب 10,000. نشوف بقى الاثر على معادله ايه؟ الميزانيه. هنخفض رصيد حساب البنك ها في جانب الاستثمارات بكام؟ ب 10,000 ريال. ونخفض حساب الدائنين بكام؟ ب 10,000 ريال. وما تنساش معادله الميزانيه ان الاصول دايما بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. وتعالوا نشوف شكل الميزانيه بعد العمليه السابقه. ادي الميزانيه قدامنا اهي. فاكرين الدائنين كانوا كام؟ كانوا 30,000، اصبحوا كام؟ 20,000، مظبوط.
كمان احنا دفعنا بشيك كان البنك 100,000 اصبح كام؟ 90,000. مظبوط، ادي البنك 90,000. طب هنا عملنا مقاصه بقى بين الارباح والخسائر، كانت الارباح 20,000 والخسائر 10,000، اصبحت الارباح كام؟ 10,000، لان ما حدش بيطلع ميزانيه ويحط فيها كلمه خسائر يعني، مش كده ولا ايه؟ فيفضل في الحاله بتاعتنا دي ان احنا ايه؟ نظهر الارباح فقط، المجموع متوازنه في الاخر ب 730,000. خلصت العمليات؟ لا لسه. العملية 11 سددت شركة النصر مبلغ 20,000 ريال من المبلغ المستحق عليها المنشأة نقدا. شركة النصر دول كانوا مدينين، كنا احنا بايعين لهم بضاعة على الحساب، جم بقى دفعوا جزء من اللي عليهم. دفعوا كام؟ دفعوا 20,000 ريال. طب نفكر كده، هما دفعوها نقدا يعني يعني انا قبضت منهم فلوس، يعني الصندوق او الخزينة هتزيد ب 20,000. وايه كمان؟ ما شركة النصر دي كان عليها كام يا جماعة فاكرين؟ اي عليها 40,000، دفعت كام؟ 20، يبقى لازم اشيل منها 20. يعني هي كان عليها 40 ودفعت 20، اخليها 40 برضه؟ ما ينفعش. عليها 40 دفعت 20، يبقى هيتبقى عليها فقط كام؟ 20,000. طيب يبقى اثر العملية على معادلة الميزانية، هنخفض حساب المدينين هم شركة النصر في جانب الاستخدامات بكام يا جماعة؟ ب 20,000 ريال. ونزود رصيد النقديه في جانب الاستخدامات بكام؟ ب 20,000 ريال، احنا قبضنا كاش مش كده ولا ايه؟ وعدم تاثر جانب مصادر الاموال، وكالعاده بنفكر نفسنا بمعادله الميزانيه ان الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه، وده اللي هيظهر في الميزانيه اللي هتظهر بعد العمليه السابقه. نشوف بقى صوره الميزانيه في الوضع الحالي، صندوق بنك مدينون ب 20,000 اهي، بضاعه اثاث وتجهيزات الات ومعدات مبنى، الخصوم عباره عن دائنون 20,000، قرض البنك، حقوق ملكيه راس المال والارباح، ومجموع الميزانيه كام يا جماعه؟ 730,000. مجموع الميزانيه 730,000 متوازنه وكل حاجه مظبوطه كده. احنا شفنا 11 عمليه بالتمام والكمال، وازاي نعمل الميزانيه بعد كل عمليه، وفكره التوازن ازاي بتكون دايما موجوده معانا بعد كل عمليه ماليه بتقوم بها المنشأة. في نهاية المحاضرة أنا عندي مجموعة من الإرشادات العامة أرجو إن احنا يعني نمشي عليها. أول حاجة عشان بقى نتمرن بإيدينا بقى مذاكرة المثال المحلول بالكتاب صفحة 31، مثال محلول. طب أذاكره إزاي؟ أنا أفضل مثال محلول أحل أنا وأراجع مع الحل اللي موجود. يعني بعد ما أذاكر اللي في المحاضرة ديت أحل الحاجة اللي موجودة في الكتاب في المثال المحلول، وبعدين أبص على الحل عشان أصحح الخطأ اللي عندي لو كان موجود خطأ. طيب ايه تاني؟ عندنا طبعا هومورك برضو للمرة اللي جاية ما ننساش. حل الحالة التطبيقية رقم 2-1 صفحة 41، وعايزكم برضو تعملوا ميزانية بعد كل عملية، كل عملية تعملوا بعدها ايه؟ ميزانية. حل وتعالى المرة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله تعالى هنطابق مع الحل بتاعك وتشوف الحل الصحيح بإذن الله. طيب عايزين بقى نحضر الدرس اللي جاي، اتعودنا بقى عايزين يعني بنتكلم على جودة العملية التعليمية تستلزم مننا التحضير المسبق للدروس. الدرس القادم بإذن الله تعالى عايزكم تذاكروا بس جزء بسيط قوي من صفحة 42 لصفحة 50، عايزكم تعرفوا ايه تحديدا؟ يعني ايه حسابات؟ مفهوم الحسابات، يعني ايه مفهوم حسابات؟ ايه هي انواع الحسابات؟ ايه هو مفهوم المدين والدائن في المحاسبة؟ ودي كانت نهاية المحاضرة، أرجو تكون أهداف المحاضرة تحققت، وأتمنى ليكم جميعا مذاكرة جيدة وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.